قام جابلين فانوس الميلودي. ومنهم انا غنجيو لك، انا عند فنانه بحال الفنان فهد، شنو هي؟ سميتو سميتو لا سميتو كبور، سميتو بدا عاودي عاودي عسل الفد. عسل الفد سيدي جوج رمضانات متابعين وكيضحك فينا، ضحكنا معك اخويا سميت الفد عز، ضحكنا معك تسخفنا ولكن خلصناك. ها انت ضحكتينا وحنا خلصناك. واخا عودي احشمت نقول هجر ما انت 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 يعني احنا بلا ما تبقى انت انا وقفنا معاك. اواه اسي عزل دابا جات واحد الوقيته ديال الشعب بغاه بحال هاد الفنان بحال دوجو يدار، يعني بحال دابا انت عزيز على المغاربه حسن الفد شعبيه كبور طن طن بالباله. عاودها بالباله عزيز على المغاربه معزاز مكرم. وفينك وفينك واسي حسن الفد فينك؟ وريني عافينك ورينا وجهك. هذا سؤال ثاني نجاوبك على الاول وعاد نجاوبك على الثاني. عطيونا وجهك، الله يعطينا وجهكم، عورينا وجهكم. عاد جيتنا هذا رمضان تبقى تنصب على عباد الله تبقى تكذب على عباد الله. ديها ديها في راسك، دخل سوق راسك، دخل سوق راسك ودبر راسك. نقول لباك شوف انا من عندي انا اي فنان انت طاير لك الفريخ واش غنديروا لي؟ وانا راح شم نقول لك اودي من قبيل انت كتظهر لي كتدخل وتخرج بالهضره. يعني احنا كما قلنا لكم راه حنا غاديين وكنزيانوا غاديين وكانت بوكسو شوف وداكشي ديال الله وكنعيش الحياه السعيده. اطرح عليك سؤالا قد يبدو لك بانالا جدا، فانت لما تاكل مثلا فهل تاكل لتهرب من الموت ام لتستمر في الحياه؟ ولما لا تاكل كاع ولا يطيحوا في كرشك فانت لا تأكل لأنك مجهوم أما لا تأكل لأنك مضرب عن الطعام؟ احنا هنا شوف جيعانين، هنا اللي كنا احنا جيعانين، احنا اللي وكلناكم وشربناكم. هادشي كنقول ماشي انا كنقول، راه ماشي انا كنجي وكنقول، هادي قالوها العلماء. او سي محمد راه العلم لا يكيل بالمال. ما غتحصرنا حتى شي حاجه وما حتى شي حاجه ما غتغلبنا ديالك، هذا هو راه ديالكم نتوما كاملين. يا ودي راه دابا الهضره كتقوى على هي ورشه ورشه هو شتي طاشرون السي سماك الله بلده. انا عادل بن عبد السلام الخطابي بن محمد الخطابي بن عبد الكريم الخطابي. سمي نفسك كما شئت، سمي نفسك فلان او عاجل هذا لا يهمني في شيء. بهذه الطريقه اسمك يصبح دال وانت مدلول عليه، فانت ماذا؟ هذا هو عادل الميلودي. انت بدلت السميه عاوتاني، هذا انفصام شخصي وهذه هضره تقال في التلفزيون. ثم لماذا تطلقون على انفسكم اسماء والقاب؟ لماذا هذه الانانيه وهذه الذاتيه؟ شكون هو عادل الميلودي؟ باش تعرف عادل الميلودي حقيقه هذوك الناس اللي كيسبوا اللي كيعايروا واللي كيقولوا راس طنق واللي كيقولوا راس طارو عايروني سبوني قولوا اللي بغيتو وانا مسامع لكم ونبغيكم انتوما تسامحوا لي المعيور اللي عايرتكم. انت لماذا تشكر؟ لماذا الشكر؟ لماذا تتصاغر هكذا؟ ما والو انا عادي العادي انا هكا دائما انا كيف بقيتوني اليوم تلقوني غدا وتلقوني بعدو في النهار كيستيتي وفي الليل كينبح.